بسم الله الرحمن الرحيم احنا موضوعنا النهارده نتكلم عليه التوبيك المهم اللي احنا نتكلم عليه النهارده about building your business goals and plan for 2021 okay and uh, how to end 2020 strong and start even stronger and greater 2021 ازاي ننهي السنه 2020 بقوه وازاي نبدا سنة الجاية إن شاء الله أكثر قوة، طيب إحنا عشان نعمل الكلام ده محتاجين إيه؟ عشان نعمل الكلام ده محتاجين إيه؟ محتاجين نفكر نفسنا الأول، نسأل نفسنا إحنا Why are we here today؟ إحنا النهاردة موجودين ليه؟ في هذا السيشن، أحب أسمع منكم النهاردة إحنا موجودين ليه أو نعمل إيه؟ بس افتكروا إن إحنا النهاردة بنتبع الكتاب اللي عامله الدكتور مارشال جولد سميث وات جوت يو هير وونت جوت يو ذير لو انت ماشي في طريق معين وصلت نتائج معينه لو عايز نتائج مختلفه لازم تمشي في طريق مختلف او تعمل حاجه مختلفه ماشي فخلوني اعرف منكم احنا النهارده جايين ليه وعايزين نوصل لايه من هذا السيشن اللي عايز برضه يتفضل يتكلم ممكن اللي عايز ان هو يكتب في الشات يكتب تهتمركم. بس احب اعرف قبل ما ابدا معاكم وات ار يور اكسبكتيشنز ماذا تتوقعون من لقاء النهارده او تطلعوا بايه النهارده ان شاء الله هل في اي دخول في ريسك اسسمنت بالنسبه للمشاكل اللي ممكن نتعرض لها علشان نتخلص منها قبل الدخول في 21؟ والله ده جزء بسيط من موضوع البلاننج بس يعني قصدي مش بنتكلم برضه حاجه تكنيكال احنا النهارده مور ان ذا مانجمنت سايد اكتر ما هو حاجات تكنيكال يعني هو دي احد الحاجات اللي احنا هنتطرق ليها بس مش مش ان ديتيلز احنا بنتكلم النهارده جنرال مانجمنت اوكي حد عنده تعليقات او اسئله على الموضوع تمام جميل طيب خليني اقول برضو احنا احنا لقاءنا النهارده هيبقى فيه جزئين هيبقى الجزء الاولاني بنتكلم عن المحاضره بتاعتنا نشرح فيها ازاي احنا نطلع من السنه دي بقوه وازاي نخش السنه الجايه اكثر قوه ان شاء الله وبعد كده عندي جزء تاني بتكلم فيه على البروجرام اللي انا عامله عشان اشتغل عليه فاحنا برضو يعني ساعتها واللي عايز يكمل معانا يكمل براحتكم. فزي ما هنا بعض الزملاء بيقولوا دكتور نضال تو بلان ذا نيو باث تو ورك لازم اعرف طريقه هيمشي ازاي في العمل جميل تاني حاجه بتقول بتقول هاو تو ايدنتيفاي ذا اوبورتيونتي ايه الاوبرتيونتيز او الفرص اللي ما تكون متاحه عندي طيب خليني أسألكوا سؤال تاني جميل جدا صعب جدا سنه 2020 اخبارها ايه معاكم هاو ويست 2020 فور يو سنه حلوه وجميله ولا عندنا فيها مشاكل انا يعني طبعا يعني الاجابه عندي الاجابه ومتوقع الاجابه بس احب برضو اسمع منكم برضو 20 20 اخبار هي معاكم السلام عليكم وعليكم السلام كنت بس عايز اعلق انه ما فيش حاجه اسمها حلوه أو وحش قوي او في حاجه في الموضوع ريلاتيف يعني ممكن أكيد مر فيها حاجات كويسة جدا وحاجات مش كويسة فوارد موجود فيها الاثنين إن شاء الله. هاي جميل. إيه جميل. أستاذ أني اتفضلي <applause> اتفضلي اتفضلي حضرتك هنتظري. العفو أستاذ أني أشوف 2020 كانت كل الصعبة على جميع الناس يعني كورونا دمرت كل شيء. أحنا مرينا بالعراق ظروف صعبة ومو بس العراق وإنما كل العالم مر ظروف صعبة هذا رأيي وخسرنا هواية ناس ناس من أزهم من الأقارب من الأهل من الأصدقاء وموت يعني واحد ما متوقعه كانت موت علينا يعني على كل البشر شكرًا تمام فعلا بالاضافه للكلام اللي حضرتك قلتيه حقيقي فعلا كان في احداث مؤلمه كتير جدا جدا لكن على صعيد العمل الواحد اكتشف فاسيليتيز كتيره ما كانش عطيها اهميه قبل كده زي الاونلاين ليرنينج مثلا يعني انا في تدريسي في الجامعه كنت دايما بقعد مع الطلبه بتوعي في قاعه المحاضرات بشكل تقليدي فلما انتقلنا الى الاونلاين ليرنينج الواحد الحقيقه اتفتحت قدامه افق كتيره جدا للتعليم والتعلم ما كانش مهتم بيها في الوقت اللي فات يعني انا الحمد لله رب العالمين في الظروف دي وفي ظروف الحظر احنا كان في عندنا في عندنا في مصر كان في وقت كبير في حظر يعني بفضل الله اخذت اونلاين كورسز كتير عملت ابجريدنج لشغلي ولمحاضراتي ان انا احولها من الـ من التراديشنال واي اوف تيتشنج يعني لفورم مناسبه للاونلاين ليرنينج ويمكن في الوقت العادي ما كانش هيبقى عندي الموتيفيشن ان انا اعمل ده فدي من النقط الايجابيه الحقيقه اللي انا قابلتها في الفتره دي رغم النقط السلبيه الكتير بس دي كانت بالنسبه لي من النقط الايجابيه اللي يمكن هتغير مصاري في السنين الجايه ان شاء الله لو في عمري يعني أنا مهايل يعني آه طبعا بنشوف تعليقات كثيره ان هي يعني بصفه عامه كانت سنه متعبه لكن في ناس شاف في ايجابيات فيها فيه lot of في لوت اوف بوزيتيفز في نيجاتيفز ات واز هارد ديفينيتلي سنه صعبه على كل الناس وفيها طبعا يعني حاجات كثيره جدا لكن هي النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها النهارده او النقطه المهمه بالنسبه لي ان انا مش بس ببص على السلبيات dont look only for the negatives look for the positives as well okay. علشان كده لما اجي اخش في سنه 2021 هعمل زي دكتور ستيفن كوفي ما قال في 7 habits for highly effective people هقول ايه begin with the end in mind اوكي okay. لازم انا افكر من دلوقتي 2021 what do you, do you want to achieve okay. where do you want to go فلازم من دلوقتي ابتدي اجهز نفسي واحضر نفسي انا عايز اعمل ايه في 2021 وطريقي هيكون ماشي ازاي. اوكي؟ طيب في حاجه ثانيه مهمه برضه في الكونسبتس المهمه جدا احنا زي ما قلنا النهارده بنحط مبادئ معينه علشان نمشي عليها تفيدنا في 2020 الجزء اللي فاضل وفي 2021 ان شاء الله. في برضه سايمون سينك برضه مؤلف كتاب جميل جدا very nice book called start with why I think معظم الناس يمكن قرأت الكتاب أو ما أعرفش كم واحد قرأ الكتاب اللي برضه قرأ الكتاب يكتب لنا في الشات يعني كم واحد قرأ الكتاب ده أو سمع عنه ها؟ عن مبدأ start with why start with why هو المبدأ بتاعه بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا أوقات كتيرة جدا بنكون مشغولين ها وي أر بيزي مع الوات أو الهاو يعني مثلا إحنا بنتكلم معانا دكاترة في الجامعة أو مهندسين، فكل الناس عمالة تفكر مثلا إزاي تعمل تدرس بطريقة جيدة، أو إيه الريسكس اللي موجودة اللي بتفكر فيها، أو أونلاين يبقى أفضل إزاي، أو إزاي أعمل بلان، أو إزاي أعمل خطة لحياتي، أو إزاي مثلا بدور على مواصفة معينة أطبقها، أو آخد شهادات إزاي، أو أنظم مؤتمر إزاي، لكن معظم الناس إلا من رحم ربي ما بيفكروش في الواي، والواي دي مهمة جدا 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 بالنسبة لي. اللي هي الـ بتاعي، أنا بعمل الكلام ده ليه؟ Why I'm doing all that؟ ها؟ أنا بدي ليكتشرز في الجامعة محاضرات ليه؟ أو بعمل quality management system في المواقع ليه؟ أو عايز أعمل خطة لعمل ليه؟ فدي نقطة من النقاط المهمة جدا اللي لازم كلنا نفكر فيها، ها؟ ولازم نفكر نفسنا دلوقتي، هو أنا ليه ها؟ محتاج إن أنا يعني أخش السنة الجاية بقوة؟ ليه أنا محتاج ان في 2021 تبقى يعني اخش فيها بقوه لازم احنا نفكر في الموضوع ده ولازم افكر برضو هو انا ليه اصلا محتاج انهي 2020 20 بقوه طيب حاجه من الحاجات المهمه اللي الواحد برضو شافها واكتشفها خلال السنين اللي فاتوا مع في العمل مع اكثر من جهه يعني doing consulting jobs مع more than one entity ان سؤال مهم جدا جدا ويمكن بعض الناس جاوبت عليه خلاص some people answered about this اللي هو what was your achievements in 2020 ها. كم واحد فكر في الموضوع ده؟ how many people have thought about this before؟ ابعتوا لي على الشات قولوا لي كم واحد فكر في achievements بتاعته ها. في 2020 وكم واحد كتب الاتشيفمنتس بتاعته يعني انا دلوقتي جيت سالت كل واحد فيكم في 2020 اهو احنا معظم الناس اللي بتشتغل في اماكن عمل يعني عندهم اهداف وشغالين بتارجتس وكلام من ده معظم الناس بيكونوا كتبوا الاتشيفمنتس فانا عايز اعرف كام واحد ها اكتبوا يس yes اور نو no عندكم كتبتوا الاتشيفمنتس بتاعتكم في 2020 هايل استاذه هبه عن دوكيومنتد في لينكد ان كمان هايل جميل حسام برضو عين هو سجل السلام عليكم وعليكم السلام دكتور it was a, a big challenge for me uh, the crisis uh, hit uh, very hard on me you know uh, my family was here I, I am alone uh, while well, uh, the start of the crisis you know I tell you the truth I was delivering you know algonium goods to door to door reaching corners of the you no, know, across the Kuwait, i was uh, doing the door delivery i managed then uh, thank god i uh, established my own company uh, on december december uh, last year 2019 i registered my company with the company account proper auditing everything i done so the covid crisis pushed me to go online uh, you know you know uh, you are aware of you now the struggle i had while uh, hosting the training program face-to-face -face and finding a place, a training center and partnering with them and they may pay or they may not pay the training what I conducted. But while going online, I really established myself globally. I trained people in Canada, people uh, in Dubai and also here in Kuwait, you know, India, you know, uh, boundary, boundaryless, it become a boundaryless, you know, stateless, uh, I reached a global audience.

And I am actually now this achievements. If you ask me, you know, it's all you know. The COVID crisis really pushed me to go online. You know, and you know, it made me to you know to reinvent whatever I had, you put together, and then I need to you know reformulate and then deliver to the audience. This is what I did, doctor. And 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 your group actually strategic HR group and HR leader group. You know, you are always you are. promoting you are always encouraging you are mentoring you know so at times uh, when I had a difficulty and I approached you and you open you opened your door you know you you are the person you helped me when I needed actually you know and I never forget in my life thank you doctor thank you so much oh, that that that's that's the key point ها ونحن دائما ندور على الachievements ها وات كثيرة جدا شوفت أنا خلال مؤسسات كثيرة جدا معظم الناس مش بتكتب achievements بتاعتها اللي حصلت لها طول السنة Some people just wait till the end of the year ينتظروا لغاية نهاية السنة علشان لو في تقييم أو في مكافآت أو حوافز أو أيا كان ويكتبوا آخر السنة إيه هي الأتشيفمنتس بتاعتهم. فأنا نصيحتي ليكم من خلال برضو تجاربي كثيرة إن أنت ما تنتظرش لغاية آخر السنة علشان تكتب الأتشيفمنتس بتاعتك لازم كل أسبوع كل شهر أيا كان كل يوم لو تقدر تكتب الحاجات اللي هي اللي أنت عملتها حققتها الأتشيفمنتس بتاعتك ديلي ويكلي مانثلي اوكي okay, but don't wait till the end of the year لازم تعمل الكلام ده اول باول مش بس كده هي النقطه في موضوع الاتشيفمنتس ايه يعني زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ان احنا موضوع ناس كثيره جدا دخلت اونلاين احنا الجروب عندنا كنا بنتقابل مره في الشهر واوقات في الصيف مش بنتقابل خالص لكن بعد كده ابتدينا من ساعه ما الكورونا حصلت نفكر ازاي برو اكتفلي نتعامل مع الموضوع ده ابتدينا نعمل لقاءات اونلاين تعلمنا على الزوم، وما نخاف من الزوم، طبعا لسه لغايه دلوقتي وي ار ستيل بس انا قصدي كل واحد فينا لازم يفكر في النقاط الايجابيه اللي حصلت برغم كل المشاكل ورغم كل التحديات اللي حصلت، لان دي حاجه من الحاجات اللي بتديك قوه دفع تخلص بيها السنه وعشان تبدا بيها السنه الجديده، وده طريقه ايجابيه في التفكير، طريقه التفكير الايجابي دي نقطه من النقاط المهمه جدا اللي احنا لازم نفكر بيها ونفكر فيها عشان الباستيف بيجي في بوستيف بعديه فانا لو عايز ادخل 2021 بقوه واحقق فيها نتائج ها لازم انهي 2020 -20 بقوه انهيها بنقاط ايجابيه تمام عشان كده لازم اللي عمل اتشيفمنتس نقول له هايل انت عملت انجازات السنه دي اكتبها لو سمحت من فضلك الحاجات اللي بتحمد ربنا وتشكره عليها من الانجازات دي وايه الحاجات الاتشيفمنتس في مجال العمل في مجال الاسره مجال الشخصي ايا كان تمام احنا جالنا اكتر من حد بيكتب لنا على الشات يعني حاجات جميله جميل فطيب طيب انت عملت اتشيفمنتس اكتب لنا طيب لو انت ما عندكش اي اتشيفمنتس خالص وشايف ان السنه كانت سنه صعبه تعمل ايه من دلوقتي still have three weeks till the end of the year عندنا ثلاثة اسابيع لنهايه السنه نكتب فيها اي حاجه احنا ممكن نحققها انا مش عايز حد يطلع من نهاية 2020 غير لما يكون حط لنفسه أهداف محددة عايزها أو عايز يوصل لها قبل نهاية السنة على الأقل خلي عندك هدف واحد ركز عليه واعمله بس اعمله علشان تنهي هذه السنة الصعبة بحاجة إيجابية علشان end of the year ها لازم تكون أنت حققت يعني طفره او حاجه انت تكون فخور بيها في اخر اليوم، صح؟ تمام؟ الكلام ده على المستوى الشخصي، على المستوى العمل، المستوى الاسري، لازم نفكر على الاقل لازم كل واحد حاضر معانا النهارده يكون فكر في حاجه واحده على الاقل ممكن يعملها قبل نهايه السنه علشان يكون مفتخر بيها. موضوع المساهمه في تغيير رقمي ده موضوع جميل جدا ويا ريت وهنشوف برضه هنتكلم عليه بعد شويه. انا كان عندي محاضره من حوالي اسبوعين مع الجمعيه السعوديه للجوده عن موضوع التغيير الرقمي Digital Transformation for Quality and Excellence ديبارتمنتس فبرضه ممكن أقول شيرت معاكم إن شاء الله في الوقت المناسب. تمام؟ أنا لازم قبل نهاية السنة محتاجين نعمل أربع حاجات قبل نهاية 2020 علشان ننهي الـ 2020 بقوة. أول حاجة إن إحنا نكتب كل الحاجات الإنجازات اللي عملناها أو الحاجات اللي بنحمد ربنا سبحانه وتعالى إنه دهلنا في 2020 تمام؟ وده إن شكرتم لازيدنكم صح؟ تاني حاجه لازم لو ما عملناش حاجه او حتى لو عملنا لو نقدر نفكر في حاجه نقدر نعملها في الثلاث اسابيع القادمه achieve at least one goal before the end of this year. الكلام ده خليه هوم وورك بالنسبه لك تكتبه وتعمله ان شاء الله. وقبل ما اخش 2020 محتاج اعمل حاجتين كمان علشان اخش بقوه ان انا لازم احلل الوضع الحالي اللي انا فيه وهنشوف بعد شويه طرق ممكن نحل بيها ازاي وابتدي احط خطه للسنه القادمه. Plan for next year تمام؟ يبقى الاول ليست الاتشيفمنتس ثينك اوف وان جول تو اتشيف باي ذا اند اوف ذا يير. انالايز current ستيتس از از وحط بلان للسنه الجايه. طيب نفس السؤال بقى الجميل بتاعنا اللي احنا سالناه من شويه على 2020 ليه يعني انا عايز انهي بقوه؟ ها؟ قلنا طيب ليه بقى؟ شاركوني برضه آرائكم، ليه أنا محتاج أخلي 2021 دي سنة جميلة بالنسبة لي؟ ليه محتاج أبدأ فيها بقوة؟ إحنا قلنا هنستارت ويز واي، ممكن يكون عندنا البلان بتديني الوات والهاو، لكن أنا محتاج أسأل على الواي، ها؟ لازم كل واحد فينا يفكر فينا، هي 2021 دي سنة زي أي سنة عادية بالنسبة لي مرت عليا قبل كده، ولا دي سنة ممكن تكون مختلفة؟ ازاي ممكن اخلي 2021 احسن سنه مرت عليا في حياتي العمليه وحياتي الشخصيه؟ ده السؤال لازم اساله ها؟ أه؟ شاركوني اراءكم على الشات او على لو حد حد يخش مداخله معانا يقول لي ليه محتاج ان احنا نبدا 2021 بقوه او ليه ممكن تكون دي احسن سنه في حياتي؟ سمعوني اراءكم to upgrade myself تمام كل واحد فينا عايز يطور ويحسن من نفسه فممكن هو عايز يطور ح... خليه عايز يطور ويحسن نفسه السنه دي السنه الجايه تكون احسن من السنه اللي فاتت ايه تاني رايكم؟ ليه محتاجين 2021 دي تكون سنه بالنسبه لي سنه جميله وسعيده وقويه؟ هو المفروض ان احنا نحاول ان كل سنه تكون كده يعني هو المتاح قدامي ان انا افكر كده احقق بقى ايه دي حسب التوفيق ربنا سبحانه وتعالى لكن هو اي وقت متاح قدامنا ولو حتى يوم ساعه بنحاول ان احنا نستثمره احسن استثمار يعني هاي جميل هو ده الاتيتيود اللي احنا محتاجين نكون عندنا في الاول ان احنا كل سنه بنحاول تكون السنه اللي جايه او اليوم اللي بكره يكون احسن من اليوم اللي قبله الاتيتيود ده يا جماعه الاتيتيود ده اتيتيود مهم جدا 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 هو ده الاصل في التفكير بين الناس الايجابيين الناجحين والناس اللي هم العاديين م? اللي هو الناس بتفكر دايما ازاي تكون احسن continuous improvement continuous learning ها؟ طيب جميل في دراسة بتقول على موضوع الاهداف بتقول ايه الدراسة دي يعني الواحد كل ما يشوفها يعني بيحس بتعب نفسي لما بيشوف الدراسة دي بس يعني it's very important بيقول 83% من الناس ما عندهمش اي اهداف يعني في العالم اللي احنا عايشين فيه ده اكتر من 83% من الناس ما عندهمش اهداف 14% من الناس 14% only have goals in their heads يعني هو عارف ان هو عايز يعمل ايه اه عايز مثلا العب رياضه عايز اخس عايز اخد الماجستير عايز اخد كورس كذا عايز اقوي نفسي ف ان in their heads اوكي okay. 3% only من الناس عندهم written goals 3% only والمشكله الكبرى او مش مشكله كبرى يعني الميزه او الادفانتج الكبيره جدا ان 3% دول they are 30 times successful than 83%. 3% يعني كميه الناس وفرص النجاح بالنسبه لك لو انت عندك اهداف مكتوبه اعلى بكثير جدا من حتى الناس اللي عندها اهداف في دماغها تمام دي مشكله كبيره جدا بتوجهنا ان احنا اللي بيشتغل organizations مؤسسات شركات كلام من ده غالبا عنده أهداف جوه الشركة نتيجة نظام العمل اللي بيشتغل فيه لكن حتى برضو من خلال التجربة ده ما بيكونش بغطي أول حاجة كل الأسبيكس بتاعتك يعني وال والفاميلي وال والورك كل الكلام من ده مش مش بيغطي كل الجوانب بتاعتك ده نمره واحد نمره اتنين غالبا معظم الناس برضو الا ما رحم ربي بيكون ده كلام على ورق اكتر يعني هو ايه يعني سيستم شكله حلو جميل بس نوت ريلي ريفلكتنج على الفاليو ادد اللي عنده سيستم فيه فعلا فاليو ادد وعنده اهداف واضحه ومحدده ومربوطه باهداف المؤسسه ده يبقى ناس يعني سعداء جدا وحظهم جميل جدا تمام برضه كلمه من الكلمات الجميله اللي بيقولها براين تريسي بيقول ان الناس اللي عندها اهداف واضحه ومحدده عندهم فرصة كبيرة جدا ان هم يحققوا اكتر بكتير في شورت تايم في وقت قليل اكتر من الناس اللي هم العادية اللي هم يعني ما عندهمش اهداف واكتر من مما نتخيل تمام اللي عنده سابقة تجربة او سابقة خبرة في هذه المواضيع ممكن يشاركنا برضو ويقول لنا رأيه ايه في هذا الكلام وهل هو فعلا في قصة نجاح في هذا الموضوع ولا لا احنا بنشوف اوقات كتيره جدا لما احنا بيكون عندنا هدف واضح ومحدد وعايزين نوصل له وعايزين نعمله بنلاقينا عندنا فرص اكبر احنا نوصل له زي ايه مثلا زي ابسط حاجه موضوع ان الواحد بيحاول يقلل وزنه او يعمل دايت فعشان كده الناس اللي عايز تعمل دايت هو نفسي اه أو. اوكي بس ادى اند اوف ذا انا بعمل دايت فعلا باكل كويس أنا مش باكل كويس باكل الاكل هيلثي بلعب رياضه ايفر اوكي فدي كلها نقاط من النقاط المهمة جدا على موضوع الاهداف الواضحة المحددة المكتوبة. طيب. لما انا بقى اجي دلوقتي عايز اطور واحسن من نفسي وعايز ان انا اطور واحسن من الشغل اللي انا فيه وكلام من ده لازم ابص على حتتين. أول حاجة واتس ماي كارنت ستيتس انا فين دلوقتي؟ واتس ذا ريكوايرد ستيتس ان ذا فيوتشر؟ انا عايز اروح فين؟ جميل؟ انا دلوقتي زي ما قلنا احد الامثله ان انا عندي ان انا وزني مثلا 100 كيلو وعايز ان اكون وزني في اخر السنه 80 كيلو او عايز ان اكون وزني 70 كيلو بس على مدى ثلاث سنين او سنتين تمام او في فيجن انا دلوقتي بشتغل في مكان بس انا عايز اشتغل في مكان احسن منه وعايز يكون عندي شهادات او يكون عندي بوزيشن احسن من اللي انا فيه تمام طيب عشان نروح من A to B من current status The future status. اكيد في طبعا عندي gaps او challenges بتقابلني خلاص اللي بتخليني ممكن ما اقدرش اوصل لبي او ممكن opportunities فور امبروفمنت ايه هي فرص التحسين والتطوير بالنسبه لي طب ازاي اروح بقى من ايه لبي لازم يكون عندي استراتيجيه واضحه رؤيه رساله اهداف ها أه؟ يعني تاسكس معينه هاديها علشان اوصل من ايه لبي وغالبا الناس اللي هي عندها تشتغل في اورجانيزيشنز وعندها نظام مؤسسي جيد بيكون عندهم الموضوع دوت يبتدي يفكروا بهذه الطريقه لو يكون عنده الكرنت ستيتس يبتدي يشوف هو عايز يروح فين وايه هي الانشيتيفز اللي هو محتاج ياخدها تمام بس برضو التشالنجز في هذا الموضوع ان ممكن يكون احنا برضو مشغولين بالدايلي اوبريشنز او حتى yearly اوبريشنز ومركزين على الجزء الاوبريشنز من غير ما نكون مركزين على الجزء اللي ليه علاقه بالاستراتيجي هل انا كده اللي بعمله ده يصب في الاخر خالص في المصلحه اللي انا عايزها يعني باخد كورسات وبحضر محاضرات اونلاين كتير جدا 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 خصوصا الفتره اللي فاتت بس هل الكلام دوت فعلا بيفيدني باخد الفاليو ادد منه ولا مش هو ده الطريق اللي عايز امشي فيه محتاج امشي في طريق تاني فلازم الواحد كل شويه يفكر في هذا الموضوع ويسال نفسه طيب انا علشان ابتدي احط يعني او اشوف ازاي في 2021 هعمل ايه لازم اسال نفسي بعض اسئله مهمه جدا ولازم يكون عندنا اجابتها these questions are very important for anyone that he or she needs to ask himself or herself about and he has to have the answers لازم يكون عندك اجابات اول سؤال انا فين دلوقتي what's my current status huh? ايه الحاله بتاعتي سواء financial هيلث او في الامبلويز ايا كان ايه الحاله دلوقتي وانا وير دو اي وونت تو جو ايه الفيوتشر فيوتشر ستيتس بتاعي اللي انا كنت عايزها عايز اخر السنه اوصل ايه اكون حققت اهداف ايه اللي انا كنت عايز حققتها تمام سؤال بعد كده هاو كان يو جو ذير ازاي ها ممكن اوصل من ايه لبي تمام بعد كده سؤال تاني وات دو اي نيد ايه الريسورسز محتاجها محتاج ريسورسز تعليميه ولا ريسورسز فلوس ولا financials ولا تريننج ولا, ولا 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 ايه بالظبط جميل؟ طيب وانا ماشي من إيل بي في ار تشالنجز ايه التشالنجز او الريسكس اللي هي هتقابلني في طريقي اللي ممكن تخليني ما اوصلش للمكان اللي انا عايزه تمام؟ وات ار ذيس ريسكس اوكي طيب عشان امشي من إيل بي هل كان اي ريتش ذير كده من غير اي مساعده من اي حد؟ تقدر تدرس من غير اي حد؟ محتاج سبورت سبورت ده ممكن يكون من الناس اللي بيشتغلوا معايا او من, من my family او من مدير top management او management فمين مين اللي كان support me اوكي واخر سؤال مهم بالنسبه لنا برضو عشان اقول I'm successful اوكي هاو كان اي ميجر سكسس ده اقول انا برافو عليك حق فعلا حققت الاهداف دي ولا انا ماشي في الطريق الصحيح وخلاص هل عندي مقاييس ممكن تقول لي اذا كنت ماشي في الطريق الصحيح ولا لا اوكي فدي أسئلة مهمة وفي أسئلة تانية طبعًا بس ده نموذج للأسئلة اللي إحنا بنسألها لنفسنا وإحنا ماشيين في الطريق دوت، أوكي؟ فبرضه سؤال للناس اللي هم عندهم بلان أو حطوا خطة لعمل السنة دي هل خطة العمل اللي حطيتوها لـ 2021 بتجاوب عن هذه الأسئلة أو بعض منها؟ فقالوا لي يس لو كل الأسئلة أو partially اوكي لو جزء او نو لو مش بتجاوب على اي اسئله من الاسئله دي. لي. فقولوا لي في الشات برضو او لو حد عايز برضو يتداخل معانا خلاص علشان نعرف ها احنا فين من الكلام دوت. ترى هبه ما شاء الله عليهم الناس اللي هم عندهم اهداف واضحه ومحدده وبتاع وشغالين فجميل ان هو ده اللي احنا بنتكلم عليه على التخطيط ها ازاي يكون عندي بلان او استراتيجي ممكن امشي عليها most of the point جميل جميل هو ده البلان اللي احنا محتاجين تكون عندنا كلنا تمام most of the points not all جميل هو ده طريقة التفكير اللي هو المنطقي اللي فيه تخطيط وفيه متابعة وفيه تطوير اوكي فدي الأسئلة اللي احنا اللي عنده هايل اللي ما عندوش محتاج يجاوب على الأسئلة دي وبعد كده كمان مش بس كده اللي ما عندوش كمان محتاج ان هو ايه او اللي محتاج عنده جزء منه لازم نكمل بقيه الاجزاء تمام يبقى احنا في الاخر خالص محتاجين يكون عندنا بلان واضحه ل 2021 او رود ماب بتقول لي انا هعمل ايه في 2021 ايه اهدافي اللي انا عايزها اوكي ايه التشالنجز ايه الريسورسز ايه الاشخاص اللي ممكن يساعدوني فيها وكده تمام طيب البيزنس بلان بصفه عامه او في يعني حسب تسميتها مهم يكون عندي بلان خطه للعمل السنه الجايه لازم تجاوب عن وات ايه الحاجات اللي انا محتاج اعملها في 2021 تاني حاجه مين الشخص المسؤول؟ هل انا المسؤول عنها ولا الناس اللي بتشتغل معايا ولا المديرين ولا الادارات التانيه ولا مين؟ بتجاوبني برده على سؤال مهم على وين الكلام ده يخلص امتى؟ في في اول شهر ولا في كوارتر الاولاني ولا في التاني ولا امتى؟ مسؤوليات تكون واضحه ومحدده لان برضو موضوع المسؤوليات ده احد الجابس الكبيره اللي بيقع فيها كثير من الناس ممكن يكون محدد لكن الامور مش واضحه مش عارفين مسؤول عن الموضوع ده اه عايزين نعمل كده قلنا اداره الاي تي والاي تي ما سمعوش عن الموضوع او مش موافقين او ما حصلش كلام قبل ما نحدد الاهداف اللي احنا بنتكلم عليها تمام لازم يكون عندي ميجرز واضحه وهنشوف بعد شويه ليه الميجرز مهمه بالنسبه لي لازم يكون عندي ميجرز واضحه علشان اقدر اقيس بيها هل فعلا انا ماشي في الطريق الصحيح ولا لا؟ انا دلوقتي طالع من بيتي مسافر اسكندريه اوكي؟ طيب لازم كل ما انا ماشي في الطريق اشوف حاجه علامه بتقول لي الاسكندريه 200 كيلو يبقى انا جميل اسكندريه 150 كيلو 100 ك... انا عارف ان كده طيب لكن لو فجاه لقيت اسوان خم... 500 كيلو يبقى انا كده ماشي في طريق ثاني مختلف صح؟ لازم يكون عندي ميجرز لازم يكون عندي تارجتس هوصل الكلام ده في قد ايه؟ اوصل في بعد يوم ولا اوصل في ساعتين ولا ثلاث ساعات ولا ايا كان عشان اقدر اقارن واقيس. دي برضو رود ماب مهمه جدا للناس اللي عندهم او الناس اللي ما عندهمش خطط علشان يشوفوا هم ازاي ممكن يحطوا خارطه الطريق رود ماب تو ايدنتيفاي ذير واي فورورد في 2021 ازاي يمشوا في 2021. اول حاجه لازم يكون عندي المؤسسه بتاعتي الاورجنايزيشن هاز ستراتيجي اند اوبجيكتيفز جميل يبقى انا اول حاجه لازم يكون عندي استراتيجيه واضحه اوبجكتيفز واضحه يبقى انا المؤسسه دي او المركز اللي انا فيه ده ايه اهدافه عايز يعمل بحث علمي قد كذا عايز يعمل كذا بحث السنه دي عايز ان هو السنه دي يكون يزود الالتقاء بالمجتمع او يكون ليه فايده في المجتمع او عايز الشركه دي تنتج حاجات معينه او ان احنا نعمل كذا بيلدينج اوكي فلازم يكون عندي ريفينيو كوانتيتي وات ايفر هنشوف برضه بعد شويه لازم انا بالنسبه لي كاورجانيزيشن يكون عندي اهداف محدده طيب بناء على هذه الاهداف ببتدي احط انيشيتيفز او مشاريع عشان اوصل لكده بناء عليه هركب سيستم جديد هعين ناس جداد هعمل اداره جديده تمام يبقى انا بعد كده لازم احط الكي انيشيتيفز علشان to achieve دي these objectives. What are the initiatives؟ أنا عندي حطيت objectives. Okay. بعد كده ال initiatives أو projects اللي أنا محتاج أشتغل عليها عشان to achieve these objectives. جميل. بعد كده محتاج يكون عندي إيه؟ طيب. فين بقى شكل الفريق العمل ها؟ اللي هو هيساعدني علشان اوصل لكده تشكيله بتاعتنا ازاي مين هيلعب هجوم مين دفاع هنا محتاج مدير هنا محتاج رئيس هنا محتاج كام عامل تمام يبقى انا محتاج بعد كده ان انا اشوف مين هم الاستراكشر بتاعي اللي انا محتاجه يكون ان علشان يكون هو ده اللي يقدر يساعدني في تحقيق الاهداف دي وايه هي مواصفاتهم ايه هي الامكانيات بتاعتهم مؤهلاتهم شكلها عامل ازاي جميل بعد كده بقيم شكل الوضع الحالي ايه قدرات الناس اللي عندي وبعد كده بناء عليه اشوف محتاج ناس جديده محتاج تدريب محتاج يعني انتقال بين الادارات او اعمل ايه وبعد كده ببتدي اقيم واقيس كل شويه عشان اوصل للي انا عايزه. جميل؟ فهي دي يعني الخطوات بصفه عامه اللي بتقول لي ازاي باخد الاستراتيجيه بتاعتي بحط لها اهداف وازاي بمشي واحده واحده لغايه ما اطمن ان الاهداف بتاعتي دي ماشيه في الطريق الصحيح. طيب ممكن واحد يجي يقول لي يقول لي والله احنا احنا ما عندناش اهداف، يعني احنا المؤسسه بتاعتنا شغالين يوم بيومه يعني او يعني هو احنا اهم حاجه عندنا احنا نكون بنكسب وشغالين كويس وخلاص. طب انا اعمل ايه؟ لو انت في ديبارتمنت معينة أو في مكان معين و... والمكان عندك مفيش أهداف انت حط لنفسك أهداف. أوكي؟ okay? بس الأهداف دي مش انت بس تحطها لنفسك انت لازم ترجع تاني للمدير مديرك أو المدير العام أيا كان وت... وت... وتأكد إن الأهداف دي مهمة بالنسبة له. قول والله أنا السنة دي حاطط لنفسي إن أنا مثلاً اه... هعين قد كذا أو ه... هقلل فترة الإنتاج بتاعتي لكذا أو هخلص الريبورتس اسرع او هعمل الابحاث الفلانيه تمام فلازم هو يكون عارف المدير المباشر او المدير العام ايه الاهداف اللي انت شغال عليها وعشان ويش... تتاكد انت فعلا ماشي في الطريق الصحيح ما يبقاش انت ماشي عندك اهداف بتاعتك وهو ومن الناس الثانيه عندهم اهداف ايه مختلفه طيب احد الحاجات التولز اللي احنا بنتكلم عليها هي موضوع السبات اناليسز يمكن طبعا مش احنا معانا ناس في اكتر من اورجانيزيشن دي ار فاميليار مع الكونسبت بتاع سوات اناليسس بس دي احد النقاط المهمه جدا انت لازم قبل ما تطلع من الوضع اللي انت فيه تطلع الوضع انت عايزه عندك اهداف لازم تعرف ايه امكانياتك ووضعك الحالي لازم تدرس الموضوع ده كويس عشان تقدر تعرف نقاط القوه والضعف اللي عندك فدي اي حد بيعملها دي بتتعمل على مستوى الاورجانيزيشن مستوى الديبارتمنت مستوى السكشن مستوى التيمز مستوى البيرسون خلاص يعني ممكن كل واحد فينا يبتدي يحط لنفسه يعمل السوات اناليسس ايه هي نقاط القوة اللي عندنا في الإدارة؟ عندنا ناس مثلا متدربين كويس، عندنا ناس أكفاء، عندنا بادجت، عندنا يعني التوب مانجمنت يسمعوا كويس. يقول كلها بالنسبة لي. طيب، إيه الويكنس اللي موجودة عندنا أو إيه التشالنجز؟ تشالنجز مثلا ما عندناش بروسس واضحة، ما عندناش سيستمز كويسة. آه ما عندناش كوبريشن بين الديبارتمنتس. ماشي طب جميل، أدي آه السترينث وأدي Weakness. احنا بنحب نسميها تشالنجز اكتر علشان احنا بوزيتيف بيبل ثينكينج بوزيتيفلي فبنسميها تشالنجز بس نشيكها كده ونديها فريم شكله حلو ولطيف طيب بالنسبه لي بقى دي الحاجات الانترنال طب بره بقى بالنسبه لي ايه الاوبورتيونز اللي شايفها في الماركت احنا شايفين في الماركت مثلا ان احنا منافسينا احنا احسن منهم كواليتي اوف service بتاعتنا عاليه فبتاع عندنا opportunities احنا بنشتغل في منطقه فيها يعني المعدل الدخل مثلا مرتفع احنا عندنا منافسين في سوق قليلين احنا الوحيدين في هذا المجال فتشوف ايه الاوبورتيونيتيز اللي هي العوامل الخارجيه اللي ممكن تساعدك ان انت تحقق فعلا اللي انت عايز توصل له وبالتالي برضو بنبص الناحيه الثانيه ايه الحاجات العوامل الخارجيه اللي ممكن تكون بتهدد يعني او المخاطر او التهديدات او الريسكس وات ايفر يو نيم اللي ممكن تخليك ما توصلش او تحقق الاهداف بتاعتك او الخطه اللي انت عصفورها ايه الحاجات فمثلا احنا بنقول والله القوانين ممكن تتغير فرق العمله ممكن او سعر اسعار العملات ممكن يتغير ممكن حاجه زي كوفيد 19 لسه ما فيش مصل انا شركه طيران مثلا دي بالنسبه تراكس الكبيره او شركه سياحه فبالتالي دي احد التولز اللطيفه الجميله اللي اي حد بيبتدي يعني بيعرف يشتغل عليها او اشتغل قبل كده بتساعده إن هو يبني خطه العمل بتاعته على هذه التول احد النقاط المهمه برضو اللي احنا لازم نفكر فيها واحنا بنشتغل ودي بتفرق في المينتاليتي برضو بتاعتنا خاصه طريقه تفكيرنا انا جاي بشتغل ليه في المكان بتاعي ده انا جاي بخدم ناس معينه مثلا ولا جاي انا بعمل شغلي وخلاص ماليش دعوه باي حد تاني فانا should always ask myself who are my customers سواء انا head of department سواء انا موظف أو أنا بشتغل في خدمة العملاء، بشتغل في البرودكشن، بشتغل في الريسيرش. أحد الأسئلة المهمة جداً 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 ونرجع تاني على الكونسبت اللي إحنا قلناه من الأول ستارت ويز واي. واي أم دوينج ذس هو أم سيرفينج فلازم الأول خالص من ضمن البلان بتاعتي وأنا بحطها أسأل نفسي Who are my customers؟ من هم العملاء اللي أنا مهم إن أنا أحاول أرضيهم؟ هل هم الموظفين زملائي؟ ولا في الادارات الثانيه ولا مديري المباشر ولا التوب مانجمنت الناس الكبار ولا موردين خارجيين ولا كاستمرز نهائي انا بخدم كاستمر مباشره ولا بعمل ابحاث علشان السوسايتي فلازم افكر في هذا الموضوع يعني مثلا شغال كواليتي مانجر طب انا بسفاي مين مين اللي مين اللي يهمني ان هو يكون ساتسفايد هل المدير العام وداخل بقى عمال شغال بوليس وعمال اطلع نون كونفورميتيز في ال... واطلع مشاكل عند الناس و... واعمل لهم اوديتس مفاجئ وكلام من ده؟ ها؟ انا جاي افتش عليهم وجاي اخوفهم ولا جاي اعمل ايه؟ ولا جاي عشان اساعد ان انا اعمل سيستم اطور واحسن. ده اللي بقول عليه من الاول ان طريقه التفكير المينتاليتي نفسها بتاعتنا ها؟ هل احنا وي ار سيرفنج كاستمرز؟ ها؟ ولا امبروفنج؟ ولا احنا بوليس مان احد الاسئله المهمه ثانيه وانا بفكر في المستقبل في 2021 ان انا اقيم نفسي دلوقتي والكوالتي اوف سيرفيس اللي بقدمها ايه؟ احنا بنتكلم مع عملنا مؤتمر وجبنا ناس وبتاع بتاعته كانت عامله ازاي؟ او الكواليتي بتاعت الابحاث اللي بطلعها عامله ازاي؟ الكواليتي بتاعت الريبورتس والكواليتي اشورنس انا باخد امثله من الناس اللي هم عرفت نفسها وبحاول اقول ناس بتشتغل في التدريس ها الكواليتي اوف اوف اي ها عامل ازاي؟ تيتشنج اون لاين طبعا احنا شخصيا بنعاني منه واعتقد <applause> كل الناس بتعاني منه الكواليتي بتاعتنا عامله ازاي؟ اللي هو الكرنت ستيت دلوقتي، ايه الوضع الحالي عندي؟ ها؟ ايه المشاكل الموجوده؟ تمام؟ طب الكاستمر بتوعي ساتسفايد ولا مش ساتسفايد؟ طب ازاي ممكن اعرف هو ساتسفايد ولا مش ساتسفايد؟ حد كده يقول لي ازاي اقدر اعرف كاستمر ساتسفايد ولا مش ساتسفايد؟ ممكن عن طريق الاست... است... استطلاعات الراي والاستبيانات هايل جميل ايه تاني؟ إعادة الشراء أو عادة التعامل معنا كمؤسسة أو شركة أو مكان للبيع أو للخدمة. هاي الجميل برضه مقياس جميل جدا. ممكن و. من الإمبريشن أو التعامل فيس تو فيس برضه ده بيدي انطباع مباشر يعني. بس ازاي تشوف الامبريشن بقى تعرف الامبريشن ازاي؟ من تعبيرات الوش من الابتسامه من رد الفعل من التعليقات الايجابيه جميل بس دي سهل نقيسها يعني قصدي رد الفعل والابتسامه والوش تعبيرات الوش دي يعني قصدي هل تقدر تكوانتيفايت علشان لما تقول له مديرك انا النهارده كل الناس اللي كانت جايت لي جالوا النهارده وتعاملوا معايا كانوا مبسوطين وسعداء يقول لك عرفت منين كل الناس كانت بتضحك يقول لك وانا اعرف منين الناس كانت بتضحك تعرف ازاي ممكن زي ما بيبقى موجود كده يقيسها من خلال استطلاع راي بقى بالوجه المبتسم ولا الوجه الساد وكده يعني يبقى فيها نعمل لها ميجرمنتس او يبقى فيها تشيك, تشيك ليست الانطباعات تتحط في باكواد معينه ونقدر برضه نحولها لقياس هايل جميل معلش انا بس يعني دوست على الحته دي اسكنج واي وكده علشان بس اقدر اعرف ممكن نوصل ليها ازاي جميل اللي حضرتك بتقوله جميل جدا ها ان هو ان احنا بنعمل استطلاعات راي بنعمل سيرفيز بنعمل بنشوف الكومبلينتس ممكن زي ما قلنا اعاده شراء او اعاده الطلب على المنتج او لما انت ميستري شوبينج طبعا احد الحاجات الجميله فعندنا تولز جميله جدا ممكن نقدر ممكن نعمل فوكس جروب ممكن نجيب ناس من الكاستمرز ممكن نجيب ممكن نشوف اللي هو الفيدباك شهادات التقدير ولا الشكر جوابات الشكر اللي جات لنا بس طبعا احنا عارفين طبعا ان عدد الناس اللي بتشتكي اكتر كتير من عدد الناس اللي ايه بتشكر ده مش عشان حاجه بس علشان ان جنرال الناس ممكن تكون اكتر يعني تشتكي يعني يعني بيقول لك واحد من من عشرة بيشتكي لكن اللي بيشكر تلاقي واحد مثلا من خمسين فدايما الناس يكون عندها مشكله ساعتها بتبتدي ايه يعني تشتكي لكن في الحاجه الجميله بقى في الموضوع ده كمان ان دلوقتي في كاميرات ممكن تتركب في المطارات وفي حاجات زي كده او في الاماكن البيع العامه ممكن يديك الانبريشن بتاع الناس بس كده ينقل لك الناس ساتسفايد ولا مش ساتسفايد من من تعبير وشه دي حاجات مور بقى ايه يعني خلينا نقول ايه اوبجيكتيف عندنا برضو من التولز اللي بنستخدمها تولز بتاع اناليتيك سبيتش ممكن هو يقدر يشوف من طريقه كلامك نبره صوتك وانت بتتكلم كل سنتر انت سعيد ولا مش سعيد بيخشوا بيدوروا برضو على السوشيال ميديا ال الامبريشنز بتاعت الناس هل هم الامبريشنز بتاعت الناس بصفه عامه ساتسفايد مش مش ساتسفايد من الكلام او من اللانجوج المستخدمه العلم تقدم جدا الفتره الاخيره هو مش موضوعنا النهارده بس هي موضوع يعني يعني دكتور آه يعني دكتور الاي اي يوزنج اي اي ايوه اي اي بقى اللي هي ايه ارتفيشال انتليجنس برافو عليك يا دكتور وائل دك... ما شاء الله عليك Uh, Dr. Salam alaikum. I have a question for you, right? Yes, um, please. Okay, so I am from Trinidad and Tobago. It's part of the Caribbean, South America. And one of the things, I'm a final AMB student in business administration, and I switched over from internal audit. One mm -hmm. of the things that I observed is we're doing an airline study, and we have increased sales, increased profitability, lower staff turnover. Beside looking at figures, what what tools or what strategy would you use to really know if it is that your customers are satisfied or if they're just getting things at a cheaper price so they opt in for that instead? Yes, I, I was just saying that you have many tools. Some of the tools are surveys, focus groups, or uh, number of complaints or uh, responsive time to, to, to the complaints. Uh, but I was also saying that there are new tools now that you can measure for you the facial ex expressions, okay, with the cameras in the airport in different places and the airlines, okay. When you call the call center, how you talk to the agents, your uh, tone of voice or the words you're using, there's something called speech analytics that can analyze for you also uh, what are the, the not that's not satisfactionary, but I mean that how people are satisfied or not satisfied okay and also if you write on social media uh, complaining or talking badly about this company they can also capture it so now we have a lot of tools okay that, that people can use from artificial intelligence uh, softwares that can define for you also level of satisfaction of customers <clears throat> okay. okay thank you Barakallahu feekum. Thank you, we're happy that you're with us. I a little I was really worried about you, <laughs>. but, <u>, but alhamdulillah I'm now more satisfied. Yeah. <shukran>, <accordance> well, then, thank you, most welcome. Uh, one of the questions that's very much too important, okay, I'm, I said that I'm coming from quality background, Okay so that the definition of quality is meeting customers expectations. So what are customer expectations؟ علشان تقدر تعرف انت خدماتك او جوده الخدمات اللي بتقدمها تمام؟ لازم تشوف مين الكاستمر بتاعك، مين العميل بتاعك وايه هي توقعاته وايه هي رغباته اللي هو عايزها. اذا تسال نفسك دايما هل فعلا الخدمات اللي بقدمها الابحاث، التقارير، الشغل، كل الكلام دوت، هل الكلام دوت فعلا يفي بمتطلبات العملاء الداخليين والخارجيين؟ ولا لا؟ دي نقطة من النقاط المهمة. دايما عندنا بنشوف ان انت تبص عندك الخدمات اللي بتقدمها بتشوف كل الناس عايزاه ايه بتشوف الجاب ومنها بنحط الاستراتيجي والفيجن والجولز بتاعتنا initiatives يبقى انا لما اجي بحط خطه بلان فور 2021 شوت كفر اول ذيس جابس الخطه اللي بحطها في 2021 مش بس الكلام الحلو الجميل اللي انا عملته لا انا برضو لازم اتاكد ان هو ده بيفي متطلبات العملاء الداخليين والخارجيين بتعاملوا عليه ولا لا فارجع تاني لو انا عملت خطتي ارجع تاني اشوف الانيشيتيفز اللي حطيتها في الخطه بتاعتي هل فعلا بتكفر ذيس بارت ولا نوت كفرنج ذيس بارت فدي نقطه من النقاط المهمه كمان اللي احنا لازم ايه ناخدها في الاعتبار طيب احد الحاجات برضو اللي احنا بنقول ان هي مهمه بالنسبه لنا واحنا نشتغل في الخطه بتاعة المستقبل بتاعتنا ودي نقطة من النقاط اللي هي برضو فيها يعني بقول مش هقول مشاكل بس تحديات كبيرة تمام ان انا يكون عندي سمارت جولز او سمارت اوبجكتيفز تمام طبعا في عندنا اساتذة كثيرة موجودة معانا تمام بس النقطة المهمة ف... مش انا اسف النقطة المهمة في هذا الموضوع على سمارت جولز وسمارت اوبجكتيفز ان انا يكون عندي الاهداف بتاعتي تكون واضحه محدده سبيسيفيك measurable يمكن قياسها. attainable يعني ممكن اقدر اوصل لها، في ناس تقول achievable بس هم ذا سيم مينينج نفس المعنى. relevant وناس تقول realistic يعني واقعية أو لها علاقة بالموضوع، يعني أنا بشتغل في customer service مش هتكلم على مش هتكلم على الإنتاج أو مش هتكلم على يعني حاجات تانية مش في إيدي، لكن relevant وليها وقت محدد. بمعنى كده مثلا ان انا بحط عندي بعض الـ الـ الاهداف الامثله تمام بس يمكن فيها برضه حاجات ناقصه شويه تمام ان انا او انكريز الريفنيو بتاعي في سنه 2021 ل 20 مليون فده احد هدف واضح ومحدد المفروض اتكلم على سنه 2021 انكريز الماركت شير ل 30% طب انا دلوقتي عندي كام؟ عندي 10 طب هنا هل اقدر فعلا في سنة واحدة أخلي الماركت شير بتاعي يزيد 20% مرة واحدة؟ مش عارف لازم أشوف ده فعلا اتينبل ولا مش اتينبل؟ أقدر أحققه ولا مش أقدر أحققه؟ أقلل الفواقد بتاعتي 15% وأزود حجم المبيعات 30% أنا بدي هنا بعض الأمثلة عشان نكون إحنا عارفينها إن إحنا نشوف وبتغطي ديفرنت أسبيكتس زي برضو ما هنشوف بعد شوية فدي بعض الأمثلة على الأهداف لما تكون اهداف سمارت واضحه محدده تمام دكتور قالت كلمه جميله بس هخليها دلوقتي ما وقتها بعد شويه وبرده فرانسيس بيقول على سمارت جولز جميل فاحنا بنقول لازم نتاكد ان انا عندي في البلان بتاعتي في سمارت جولز اوكي النقطه الثانيه المهمه اللي احنا اتكلمنا عليها على موضوع الميجرمنت اوكي طب وانا لما اجي اقيس الاهداف بتاعتي او اقيس الكلام دوت لا بايه ها وات اي نيد تو ميجر غالبا الميجرز بتكون يعني احد خمس حاجات نمبرز كوانتيتي عايز انتج 500 حاجه عايز ارد على 100 مكالمه عايز اعمل 10 ابحاث فده كوانتيتي تاني حاجه الكوست طب الكلام دوت لازم الكوست بتاعه ما يتعداش 10 باوندز او اقل كوست باي 1 دولار او ان انا اكون ويذن البادجت او ما تعداش البادجت ب 5% فدايما عندي اهداف ليها علاقه بالكوست بتاعتي الكوست بتاعتي بتاعت البرودكشن بتاعت, بتاعت الكواليتي بتاعت, بتاعت التعليم كام الكوست بتاعتي ثالث حاجه الكواليتي اوكي كواليتي المقصود بيها هنا مثلا يعني عدد الـ non-conforming products أو reports عدد الايرورز في report

فغالبا دول الميجرز الاساسيه طبعا الناس بتشتغل في السستينابيلتي والانفايرمنت والكلام من ده ممكن يكون عندهم يعني ميجرز ثانيه بس هم دول خلينا اقول الحاجات الاساسيه لدايما معظم اي حاجه افكر فيها غالبا بتدور في الحاجات دي طيب الحاجه المهمه اللي لازم نسال نفسنا عليها ثاني كان يو ميجر الفاليو ادد ريتيرن اون انفستمنت من مجهوداتك تقدر تقيس الكلام ده تقدر فعلا تعرف وتقول انا فعلا انا الاداره عندي او انا كشخص او كريسيرش او كواليتي هل انا في الاخر خالص ذا اند ممكن اقدر اعرف واقول ان انا فعلا حققت نتائج معينه او انا فعلا ليا قيمه معينه ولا ما اقدرش دي نقطه من النقاط ايه الهامه احنا ليه بنسال بقى ده السؤال كدكتوره منى اعتقد ترد عليه من شويه او سبقتنا عليه وانا محتاج اقيس ليه ها ما عندي خطه وهمشي بقى جميل وكل حاجه زي ما قلنا من شويه ان ال ال you cannot control او manage او improve what you don't measure لو انت مش عارف تقيس مش تقدر تتحسن ولا تقدر تعمل كنترول زي ما قلنا كده ابسط مثال ده على موضوع الدايت والوزن والكلام من ده لو انت بتقيس نفسك دلوقتي 100، عايز توصل ل 80 طب النهارده خلاص 99 بكره 98 لا ده انا بقالي فتره على 95 مش عارف انزل على 95 تمام فالميجرز دي help you control, manage and improve. So definitely Peter Drucker هو اللي كان بيقول ايه هذا الكلام. طيب برضو احد الامثله على الكي بي آيز اللي محتاجه تكون عندك في الخطه او محتاجه تكون موجوده عندك موضوع ال employee satisfaction rate او الانجيجمنت هنا كان مثال على الاتش HR الكوست cost per employee تو time to fill vacancies هاير quality of hire كم واحد من معينه بعد كده بيمشي خلال الاول ثلاث شهور مثلا او الناس turnover اوفر بتاعها بتاعها شكله عامل ازاي معدل غياب الناس قد ايه التيرن اوفر بالنسبه لي برضه قد ايه الناس بتمشي من عندي اوكي okay. لما حد بيطلب مني طلب بياخد وقت قد ايه وهكذا فدي بعض الامثله للكي بي ايز او كي بيرفورمانس انديكيتورز اللي بتخليني يكون عندي زي العداد بتاع العربيه كده او السياره اللي عندي بشوف فيها السرعه بشوف فيها الحراره بشوف فيها البنزين دول مثلا اهم ثلاث حاجات عندي طب لو ما عنديش مؤشر للسرعه ناخد مخالفات أو الرادار أو أيًا كان، ما عنديش مؤشر البنزين، ها؟ فجأة العربية تقف مش قادر أعرف العربية لها إيه، تمام؟ وهكذا. طيب، أحد الحاجات برضو اللي إحنا برضو وإحنا بنحط الأهداف بتاعتنا بنفكر فيها هي موضوع البالانس سكور كارد. ما أعرفش كام واحد هنا سمع عن الكونسيبت ده، يا ريت اللي سمع عن الكونسيبت بتاع البالانس سكور كارد برضو يكتب لي في الشات يقول سمع عنه، did you hear about the balance score card ولا لأ؟ اللي هي بطاقة الأداء المتوازن. بطاقة الأداء المتوازن دي بطاقة لطيفة جدا وجميلة جدا. دي بتخليني دايما آه يعني آه بفكر ب يعني بأسلوب واسع شوية. ليه؟ هم لقوا إن في ناس كثيرة جدا في أورجنايزيشنز كل هدفه المكسب وبس. أه؟ أنا هدفي إني أكسب. خلاص طالما الأورجنايزيشن دي بتحقق لي أرباح يبقى أنا كده إيه؟ زي الفل وانا كده جميل جدا وكده الحياه عندي جميله وهايله. طيب وبعدين لقى بعد سنه سنتين الزباين كلها اختفت من عنده او العدد الزباين فجاه ضرب كبير. طب ليه؟ لان هو كان هدفه انه يبيع وخلاص. مش هدفه انه هو حريص على الكاسمر او كاستمر ساتسفاكشن. ها؟ ما كانش بص على الماركت شير بتاعه. ها؟ فكده هدفه قاصر. قال لك لا انت وانت بتحط اهداف حط اهداف للكاستمر. يعني مثلا مثلا الكاستمر دوت ان لازم ارد على الكومبلينتس ويذن 48 اورز او يكون عندي زم اصلا رد على الكومبلينتس عايز يكون عندي كول سنتر ها؟ طب كل سنتر الناس تقعد تتصل عليك 10 دقائق 15 دقيقه وما حدش يرد عليك الناس تسيبك وتمشي واحد جاي جديد دخل السوق ياخد الناس منك ها؟ فلازم تفكر في الكاستمر ساتسفاكشن ازاي الكاستمر يكون ساتسفايد مين الكاستمر بتاعك اصلا بتشتغل عليه تمام طيب انا عندي مهتم بالكاستمر لكن ما عنديش بروسس تقول لي اشتغل ازاي اصلا ما عندكش بروسس طيب لازم يكون هناك اهداف للبروسس الاهداف لازم تكون البروسس دي محدده الاول معروفه مكتوبه خدنا نظام زي الايزو مثلا شهاده زي الايزو بس بنطبقها بجد مش حاطينها شهاده وخلاص جميل يعني طيب احنا خدنا الايزو بس برضه لغايه دلوقتي ان الحد بيعمل كومبلين بقعد اسبوع لغايه ما ارد عليه في بروسس بس البروسس مش فعاله يبقى لازم ازود الافيشنسي بتاعت البروسس كفاءه العمليات والافكتفنس بتاعتها ربط العمليات كلها بينها وبين بعض إجراءات واضحه محدده بدي امباورمنت للايجنتس ولا لا عشان يردوا على المكالمات يحلوا المشاكل ولا نحول للسوبرفايزر وبعد كده المانجر وناس تقعد مستنيه بالايام والشهور لغايه ما حد يرد عليها بعد كده يقال لك ايه طب الناس اللي عندك دول هتعمل فيهم ايه؟ هل انت مهتم بالناس؟ لا لا مش مشكله الناس اي حد يجي يشتغل للسوق دلوقتي في كورونا والناس مش لاقيه شغل احنا نجيب اي حد نحطه وخلاص طب وبعدين؟ <applause> طب الراجل دوت كده مش مش مؤهل ما بياخدش تريننج لا لا الغي التريننج ملوش لازمه مش عايزينه طب في الاخر خالص الراجل دوت جايب له احلى سيستم وكل حاجه لكن هو الراجل مش مش مؤهل ما يعرفش يتعامل مع السيستم ازاي ما ضربتش الناس اللي عندك طب ده هيرد على العميل ازاي؟ هيطفش لك الزباين بتوعك طب مشكله فبالتالي قعدوا يبصوا على يبصوا على 360 ديجري يعني يبصوا من جميع الجهات الحاجات الماليه حاجات القصة بالكاستمرز حاجات فانت لازم تكون في اهدافك برضو اللي حاططها السنه دي ليك نرجع تاني نقول نفكر تاني ونراجع الاهداف بتاعتنا هل الاهداف بتاعتنا بتشمل الاربع جوانب دول ولا لا تشملهم؟ ميزه نظام البالانس كور كارد إن هو نظام ممكن يساعدك ان انت تاخد الحاجات من فوق على مستوى الاورجنايزيشن تاخده كاسكيدنج داون تنزل بيه على مستوى الادارات على مستوى الاقسام على مستوى الافراد لغايه كل الناس. زي ما احنا شايفين هنا في الفورم اللي هي البسيطه دي اللي حاطينها حط اهداف معينه ماليه وحط مقاييس ليها وحط تارجتس وتشوف الانشيفز اللي ممكن تشتغل عليها ايه. فدي احد الفورمز برضو اللي ممكن يشتغل عليها اللي عايز علشان يحط اهدافه للسنه الجايه. احد الحاجات الجميله برضو اللي احب اشاركها معاكم برضو ودي الناس اللي تفكر نظره مستقبليه تفاؤليه بوزيتيف كده بيفكروا بالطريقه دي. بيعملوا التخطيط الاستراتيجي بتاعهم بطريقه اسمها ابريشيتف انكايري دي جميله جدا اول حاجه بيقول لك ايه؟ لا لا ما تقعدش تعمل سوات اناليسيس اقعد فكر في السترينس بتاعتك زي ما قلنا كده ايه الاتشيفمنتس اللي احنا عملناها السنه اللي فاتت 2020 ايه اهم الاتشيفمنتس؟ اتعلمت ازاي اشتغل اون لاين خدت دورات تدريبيه كثيره ابتديت احط لنفسي سي في جديده ابتديت احط لنفسي كورسات جديده عشان ادرسها طب دي حاجات ايجابيه جميل هايل ممتاز مبسوط بيها مبسوط جدا بحس بالفخر ايه اكتر حاجه في الاورجانيزيشن عجباك وايه اكتر حاجه في الاداره عندك عجباك او اكتر حاجه انت عملتها قصه نجاح فخور بيها تمام بعد كده انتقل لمرحله الدريم احلم بالمستقبل طيب شوف كده طيب انت عملت دول وانت فرحان بيهم طيب تعالى بص بقى نفسك تعمل ايه اه ده انا نفسي اعمل انتر بقى كورس علشان يكون الناس بترد معايا مش بس انا بدرس وهما بيسمعوني لا انا عايز حاجه انتر عايز ادخل جيمز معايا عايز اعمل الريسيرش بتاعتي تكون فيها ارتفيشال انتليجنس بتجيب لي الكلام بتحطه قدامي عايز اعمل ميتنج الدكتور هبه عملته في بورسعيد كان جميل جدا بتاع مثلاً انا كنت عايز أعمله كمان اون لاين عايز ادخل معايا الجامعات الثانيه يعني الناس كلها تفكر فكده بتتحط تحط لنفسك اللي هو كانك تحط الفيجن او الاستراتيجي مش فيجن يعني استراتيجي او استراتيجيك اوبجكتيفز او بعض التاسك اللي عايز توصل لها بعد كده الديزاين ديزاين تعمل ايه؟ انك تحط بقى استوصل الكلام ده ازاي؟ نشت بتاعتك اللي هتشتغل عليها ايه؟ هتعمل ايه؟ طب والله هجيب سيستم جديد هروح اعمل زيارات للناس هعمل اجتماعات مع الموظفين اللي بيشتغلوا معايا ايا كان. بعد كده اخد الكلام ده ايه؟ تطبقه وده تشالنج هنشوفه بعد شويه برضو في التطبيق بتاع هذه الامور. فالدايره بتاع 4 دي دي من دوائر الجميله جدا بتاعه الناس اللي فكر تفكير ايجابي. عندي ايه تاني؟ عندي تكنيك لطيف جدا جدا, جدا. خلاص ممكن استخدمه من غير ما اخش في الحته بتاعه التخطيط الاستراتيجي الكبير والسوات اناليسز والكلام من ده لو بس قعدت مع نفسي او مع التيم بتاعي او مع المديرين او ايا كان التيمز الناس بتعمل التي استراتيجي بلاننج او حتى بتحط بلان السنه الجايه بسال نفسي ثلاث اسئله مهمين جدا اول سؤال ايه الحاجات اللي كنت بعملها تمام السنه اللي فاتت او 2020 -20، بس لا مش عايز اعملها في 2021 فمثلا اقول ايه احد الحاجات في 2020 ان انا كنت مثلا باخد وقت طويل في ان اجهز للحاجه لا لا ان انا بضيع وقت كتير مثلا في الانترنت او السوشيال ميديا فلا خلاص انا واقف الموضوع ده طيب ايه الحاجات اللي ما بعملهاش وعايز اعملها ستار دوينج ستار دوينج ابتدي اعمل اجتماعات مع الموظفين بتوعي بشكل دوري ابتدي اعمل امباورمنت للناس اللي بيشتغلوا معايا علشان هم يقدروا يشتغلوا هم و... و... واثق فيهم ويبتدوا يشتغلوا هبتدي اعمل رياضه هبتدي اقعد وقت اكتر مع اسرتي طيب. ايه الحاجات بقى اللي كنت بعملها وكويسه وجميله ومحتاج أن اكمل فيها لا انا فعلا موضوع الاي ده كويس هاخد كورسات زياده هبقى مور سيرتيفايد اوكي هخش في جروبس هكتب بوست على اللينكد ان او على الفيسبوك فدي حاجات كونتينيو فالاسلوب ده احد الاساليب الجميله جدا في المتابعه وفي التخطيط والمتابعه جميل جدا جدا جدا, جداً. طيب احد الحاجات برضو بقول لكم على بعض الـ الـ يعني الهاكس او السمارت ايديز اللي انتم يو كان يوز مين سمع عن قاعده باريتو؟ مين سمع قاعده 80 20 رول؟ حد سمع عنها قبل كده؟ اكتبوا لي في الشات كده لو حد سمع عنها 80 20 رول 80 20 رول دي جميله جدا 80 20 رول دي بتقول ايه؟ بتقول ان انا 20% من العملاء بتوعي ها أه؟ بيحققوا لي 80% من الدخل. ايه ده معقول الكلام ده صحيح؟ اه في عالم ايطالي سوباريتو طلع الكلام دوت، بيقول ايه؟ بيقول انا عندي 1000 عميل بس ال 1000 عميل دول في منهم 200 عميل هم دول في اي بي، هم دول موست امبورتنت او الاكثر ناس هاي فاليو كاستمرز بالنسبه لي، فهم طلعوا لي 80% من الريفينيو بتاعي. طب خلينا نجربها. واحد تاني يقول ايه؟ انا 20% من العملاء اللي عندي متعبين هم بدون 80% من المشاكل يعني جيت شفت المشاكل اللي عندي كومبلينتس عندي 100 كومبلين كل شهر 20% من كاستمرز هم بيشتكوا كل شهر هم هم خلاص فتلاقي القاعده دي ماشيه طب القاعده دي ميزتها ايه؟ القاعده دي ميزتها ان اركز على البريورتيز بتاعتك انا عندي خمس اهداف تمام لكن ايه هي الاهداف المهمه بالنسبه لي اللي لو ركزت عليها ها عندي خمس اهداف بس في واحد منهم هو اهم واحد بالنسبه لي ايه هم؟ عشان كده 80 20 رول احد الرولز جميله جدا اللي انصحكم بيها وانتم تشتغلوا في التخطيط والتنفيذ في 2021 عندي بقى الناس اللي بتشتغل في الجوده وال, وال... بتشتغل في الكونتينوس امبروفمنت عارفين الموضوع ده continuous ليرنينج عارفين الموضوع ده وده موضوع جميل جدا عندي دايره جميله جدا اسمها ايه بلان دو تشيك اكت سايكل الدايره دي هي دايره التطوير والتحسين المستمر الدايره دي جميله جدا بنحط خطه اللي احنا قلنا عليها <applause> خطة ايه؟ 20 20 21 ادي الخطه وادي الكي بي ايز والكلام من ده. يلا يا جماعه تعالوا ننفذ الخطه بتاعتنا دي وكل اسبوع كل شهر نقعد مع بعض نتشيك نشوف ايه اللي ماشي صح؟ ايه اللي ماشي غلط؟ محتاجين نطور ايه؟ وبعد كده نيجي نقول طيب بناء على الميتنج بتاعنا ده والقعده بتاعتنا اكتشفنا ايه؟ طب هناخد هنصلح ده هنغير ده هنغير ده في الخطه لا هندرب فلان هن آه, هنشتري سيستم جديد هنغير السيستم بتاعنا ايا كان. فده حاجه من الحاجات الجميله جدا اللي هو بلان دو تشيك اكت سايكل دي احد الحاجات اللي احنا يعني ان شاء الله في البروجرام بتاعنا هنكون ان شاء الله نشتغل عليها اللي احنا قلنا عليها. طيب انت محتاج بقى ايه؟ يعني بن بنخلص في المحاضره الاولانيه بتاعتنا اللي هي بتتكلم على البلاننج خلاص فبنقول انت محتاج ايوه ديمينج سايكل جميل صح كده دكتوره منى؟ جميل انت محتاج ايه بقى علشان تكون ناجح ها؟ في 2021 اول حاجه لازم يكون عندك كلير جولز كلير جولز نقطه مهمه جدا جدا تخيل انت لعيبه نزلوا الملعب ها بيلعبوا في الكوره انا طبعا اهلاوي الحمد لله والحمد لله خدنا كل البطولات السنه دي مش مشكله خدناها ازاي بس خدنا كل البطولات فلازم يكون عندك كلير جولز شوف لعيبه كلها ايه كل هدفها تجيب جول يكون معروف شكله فين ومكانه فين كلير جولز معظم الناس الا من رحم ربي عندهم مشكله في الكلاريتي بتاعت الجولز. تاني حاجه ان انت تكون فاهم بالبيزنس. انت شغال فين؟ شغال في مركز بحوث ولا شغال في شركه كونستراكشن ولا شغال في في جامعه ولا شغال في في مدرسه طيب ايه هي بقى البيزنس نيدز بتاعتهم؟ عشان انت شغال في طريق الناس كلها ليها ديفنت نيدز بريورتيز انت عم الكواليتي مهم الاتش ار مهم ماشي طب نعمل لك ايه؟ احنا عندنا حاجات اهم انت بتتكلم في حاجات ثانيه واحنا فلازم تكون فاهم بيزنس لازم تكون دارس كويس وتعرف الاوبجكتيفز الاستراتيجي بتاعت الـ, الـ المكان اللي تشتغل فيه ثانية تالت حاجه مهمه جدا موضوع الكوميونيكيشن سكيلز او الوين وين سيتويشن تمام يعني معنى كده ايه معنى كده ان انت لازم تكون عارف ان هي دي الطريقه ان انا ببني علاقات مع الادارات الثانيه او ببني علاقات مع الناس المختلفه جميل طيب جميل بعد كده ايه؟ بعد كده يكون عندي بادجت عشان اعرف اشتغل. تمام؟ بعد كده حاول بقدر الامكان كل الناس دلوقتي ماشيه ديجيتال. حاول توتوميت بقدر الامكان البروسيس اللي هي ادمنستريشن او الحاجات اللي فيها متعبه او او حاجات زي كده. فدي حاجه من الحاجات اللي انت لازم برضو ايه؟ تقدر تحاول يعني ايه؟ تشتغل عليها وتحاول آه يعني آه آه تنجزها. بعد كده حاول يكون عندك ناس شاطرين. ما تجيبش الناس اللي هم الخايبين او الناس اللي هم يعني مش شاطرين او يدوك الناس اللي هم يعني يا يكون عندك ناس شاطرين تختارهم كويس او تدرب الناس الموجوده عندك تمام واخر حاجه واهم حاجه ان انت يكون عندك سبورت من مانجمنت علشان تقدر فعلا تشتغل في 20 21 وتاتشيف التارجتس اللي انت عايزها تمام احنا كده خلصنا الجزء الاولاني من المحاضرة بتاعتنا وبنقول مين مستعد ان هو فعلا يعني يكون عنده 2021 دي تكون افضل سنة بالنسبة له ويبني يسيب اثر طيب ويبني يعني حاجة تكون نافعة للناس مين عنده استعداد لهذا الموضوع؟ من عنده استعداد لهذا الموضوع؟ مش حد عنده استعداد في هذا الموضوع؟ طب يلا كويس هايل يس يو كان ان شاء الله يس وي كان اول كان ان شاء الله باذن الله احنا كلنا عندنا كون الناس جت حضرت النهارده معانا ده عندهم على كل عندهم استعداد جيد لهذا الموضوع تمام ففعلا يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا جميعا ان شاء الله وتكون سنه 2021 عشرين عشرين سنه جميله وسعيده جدا بالنسبه لنا وتكون حقق فيها اهدافنا وخططنا المستقبليه اللي احنا ايه عايزينها تمام؟ ده رقم التواصل او ده, ده الايميل اللي جالكم منه الدعوه ولو اي حد عايز اي حاجه يسالنا عليها ممكن نبعت له عليها. الموضوع دوت انا خلوني انا كده خلصت المحاضره اللي عندي انا دلوقتي انا عايز اكلمكم اللي يحب يقعد معانا هكلمه <applause> على البروجرام الجديد اللي احنا عاملينه بس يعني هو ده ال... كان ال... الاساس في طريقه تفكيرنا في طريقه تنظيمنا و تمام انا اشكركم جزيلا يعني على كل الكلام الجميل اللي اتقال الله يكرمكم جميعا الله يكرمكم